يعني ايه يعني الجراوي خلصت؟ اعمل لك ايه يعني؟ انتجنا جراوي على باي، اثبتنا ان الـ ان الـ ان اللولو ابيض، وان الـ وان الـ اسمه ايه السمويد ابيض، وان العربيه اسود. بس موضوع بسيط يعني. انت عايز ايه بقى دلوقتي؟ تعالى بقى على مطر كده، خليه يمسح على الرجاله الكل على بشرب انا. يا عم استنى المشرب، هو كل شويه يدبسني فيديو. طيب ازيكم يا رجاله، عاملين ايه؟ كلكم طيبين؟ على ايه ما اعرفش، بس هو الدكتور كده كلكم طيبين. اللوجو الدولي قال لك ايه؟ الجراوي خلصت وهنقعد نعمل ايه؟ نعمل ايه في ايه؟ هو في منتج اسمه منتج تكلمه تقول له عندك جراوي يقول لك ما عنديش. طب ده يبقى منتج ازاي؟ ده يبقى هاوي راجل عنده كلبين ثلاثه بيربيهم في بيته، او تاجر، او تاجر بيصطاد جراوي. بالظبط صح، التاجر بيصطاد جراوي بيعرضها بيطلع 500 جنيه في جرو و1000 جنيه في جرو. لكن في اسرته الموضوع مختلف. في اسرته تيجي تقول لي عايز جرو 30 يوم تلاقي، 60 يوم تلاقي، 3 سنين تلاقي. بس بسيط. ف جد بيقول لي الجراوي ناقص جرو ذكر وانتايه عندهم 4 شهور ونص، وبيقول لي كمان ان احنا عملنا عليهم خصم 30%. ما يجراش حاجه. طب هنعمل ايه بعد كده؟ ولا حاجه، رحنا جايبين الولا خداش وعلى البيت زيزل. زيزل دي سودة كده بنت بطل بيلاروسيا، وراح مجوزينهم لبعض. وجبنا الولا ابليس اللي هو اللي كان في الشو الاخير ده، اللي خسر في الرينج بتاعته، على البنت زيفينشي وجوزناهم. بعد كده قلت حتى الجد والنبي يا جد ما تكملش جوازات، مش عايزين جراوي دلوقتي، علشان والله تعبنا من كتر ما بنبيع جراوي وبندي تبني وبتاع وكده، كميه الحجز بقى يلا نعمل ايه. المهم خلوني بقى اعرفكم على مين، على الولد ابن خداش الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، جرو 30 يوم. بصوا الحلاوة بس عشان ايه نبقى ايه متخيلين الحجم، بس مش كده، مش كده، لا كده كده. اه جرو اهو 30 يوم، اللهم صل على النبي. طبعا يا جات هتقول لي ايه ورينا الايه السوفت ستوب ايه، او يقول لك ايه على راي حبيبي الكابتن خالد الكبير، يقول لك سلايد ستوب. دي السلايد ستوب، ستوبايه ايه بس ايه سلايد، مش زي الروت. ها الدعك اهو ده السلايد ستوب. العين الغامقه مش الملونه، بص لي مش الايه ملونة. مش الملونه، لا العين الغامقه اهي. تمام، ما ينفعش العين بياض العين يبان، لازم العين تبقى ايه ضيقه. شايفين مش هنعمل الجرو كده ولا حاجه، لان المفروض العلبايه ملوش سكين. المازلز بصوا عرض البوز اهو، عرض الدماغ اهو، ده عرض الدماغ اهو، عرض البوز اهو. تمام، نيجي بقى على الايه، على الستاند بوزيشن. طبعا عشان الجرو صغير هنحاول بس نوقفه، ولسه واكل ما شاء الله التوب لاين المستقيم اهو، الكفوف العريضة 3-2 يعني سنتي 70 سنتي، 7 من 10 يعني، ده يبقى قد ده مرة وتلت. قصة أسرته الشهيرة نص ونص. تمام، ودي إهداء مني بقى لحقوق الحيوان، احنا وحشين وبنقص ودان الكلاب. يقول لك انتوا بتعدلوا خلق ربنا، لا طبعا، هي الموضوع بسيط قوي. ده كلب راعي شغلته ان هو يعمل ايه؟ يرعى الغنم. من ايه؟ هيطلع لهم حماده يعني يسرق الغنم؟ لا، هيطلع لهم ديب، هيطلع لهم ثعلب، هيطلع لهم دب في روسيا. فدي نقطه ضعف الكلب، فالكلب معمول له ما يلزمه لاداء وظيفته. زي ما بالظبط كده اما نعلم سيادتك انجليزي عشان تشتغل في كول سنتر فودافون، نعلمك ايه خياطه، علمناك مطر الكلاب عشان ايه تدير مزرعه الكلاب، صح؟ بالظبط هذا الموضوع كله. رحبوا بقى ايه بالخلفه بي ولاد خداش،
بسم الله ما شاء الله. الالوان الباندا والابيض في اسود. بس جالي بقى الولد جد اهو قاعد معاكم، قال لي يا هندسه يا هندسه الباندا مش حلو. قلت له مال نخلينا، انت مش انت قلت كده ولا ما قلتش؟ نخش في الليله السوداء. نخش في الليله السوداء عيال ابليس. اللهم صل على النبي، الحجم اهو تمام 31 يوم بالظبط. خدوا ثنائي وخدوا ثماني وناقص لهم الجرعه الثانيه. خدوا ثنائي 25، لا لسه ما خدوش ثماني صح؟ خدوا ثنائي 25 ستريت توب لاين، الدماغ العريضه زي ما انت، زي ما انت والله ما انت تعبان في حاجه اهو. المازلز العريضه، الراس العريضه، العين الضيقه، العين الغامقه مش الايه، مش زي بتاعه الخضره ها. الكلب المستطيل مش المربى. بصه اسرته الشهيره واللي ليكوا سودا ان شاء الله. مش هنرد على مسجات واتش ام والمش عارف الكلام ده. هنحط هنا رقم الواتساب، هو ده اللي هنسال عليه. هتكلم كابتن محمد مطر هيقول لنا وضع الجرو دي ايه بالظبط. الجرو ده افتكروه، انا مش عارف اسمه لحد دلوقتي بس هقول لكم على اسمه. الكلب ده تشامبيون الدنيا كلها، وان شاء الله هنلعب فيه بطوله العالم اللي بعد اللي جايه باذن الله. اشوفكم على خير.